السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده. كنتمنى باش تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في هذه القناه المتواضعه. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد جزائري وواحد الموريتاني يردون على ما وقع في مدينه السماره المغربيه من طرف البوليزاريو. اصدقائي الاعزاء، ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل، غادي نخليكم نتوما اللي تتفرجوا تعطيوني الاراء ديالكم في القناه على التعليقات. ما تبخلوش علينا اصدقائي الاعزاء بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. اليوم بوليزاريو يعني على حسب ما شفنا وعلى حسب واحد المعلومات وكاع اللي كاين وعلى حسب ما يعني ما شفنا العجب المعجب في المواقع اليوم. المهم اول حاجه نتقدموا للضحيه يعني العائله تاعه، ربي يرحم يعني الانسان هذا اللي توفى وربي يشافي الناس اللي راهم في المستشفى الفردين اللي راهم مازال في المستشفى. اما من ناحيتي انا يعني بالنسبة لي أنا كجزائري على ما وقع يعني في مدينة السمارة المغربية، يعني هذا عمل إجرامي وعمل إرهابي وعمل تاع وحدينا كما نقولوا واحد المنظمة اللي هي مرتزقة. الممول الرئيسي نتاعها هو النظام الحالي للجزائر، باش نكونوا واضحين، هذه وضوح الشمس. يعني لماذا الأمم المتحدة، لماذا لا يعني لابد يعني أن تكون يعني هذه كما رانا نشوفوا، يعني لابد من الأمم المتحدة أن تطلق وأن تدين العمل الإرهابي، وتكون بوليزاريو هذه تاع إبراهيم غالي اللي مسمي روحه أنه زعيم وهو غير مجرد رخص طحان سمعت ينهب في ثروة الشعب القليط الكافي، يجب أن تكون منظمة إرهابية هكا ويتم قصفهم بالمدافع بالطيارات بالدرون يمحيهم من الكرة الأرضية. سمعت هذا بوليزاريو؟ لا شوف، باش انا راني نقولها لكم مش فاهم عليها طول حياتي، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله اقسم بالله ان الحل السلمي مع البوليزاريو، يعني سواء نقولها خوتي المغاربه ولا احنا في الجزائر، يعني الحل السلمي مع البوليزاريو ما كاش. سمعت مادام ان النظام الجزائري يتبع فرنسا فلن يوجد هناك حل سلمي ولا كما نقولوا تقرير مصير ولا شي حاجه. سمعت بوليزاريو هي منظمة إرهابية تعمل لصالح أجندة خارجية، الممول الرئيسي تاعها هي الجزائر، باش نكونوا متفاهمين. يعني اللاجئ يعني بصفتك كما قالت الأمم المتحدة هذه المرة هذا الأسبوع اللي فات، قال لك الأمم المتحدة تطالب بالجزائر بإحصاء عدد اللاجئين. أنا واحد من الناس نقولها الأمم المتحدة، يعني أنا بصفتي أنا كجزائري أنا نوصل يعني ميساج تاعي هذه الأمم المتحدة وهذه الأمريكان وكاع، أنا نوصل لك ميساج ما كانش هذه لاجئين، هذه لاجئين. سمعتني انا كطالب لجوء، انا كطالب لجوء، يعني هل انا عندي سلاح؟ اللجوء ما هو اللجوء؟ وكيفاش يكون هذا اللجوء؟ هل اللاجئ يكون عنده سلاح؟ ويقوم بضرب يعني المدنيين؟ يعني انتم سميتوا الامم المتحده والعالم الاغلبيه سمى ان حماس هي ارهابيه لانها تقتل المدنيين. حتى البوليزاريو هي ارهابيه وتقوم بقصف يعني المدنيين. يعني هنا يجب ان نطلق على بوليزاريو انها منظمه ارهابيه انفصاليه. سمعت باسكو هادو ما همش مغاربه، اغلبيتهم ما همش مغاربه، اقسم بالله العلي العظيم ان الاغلبيه تاعهم ما همش مغاربه، النص جاي من تشاد، النص جاي من النيجر، النص جاي من مالي، النص جاي من موزمبيق. سمعت جابهم هوارب ومدين هو والقذافي تكفلوا بهم داروهم تما، غدوه من غدوه المغرب يجي يهضر يقول له انت تخطي الدوله. سمعت وهي اراضي مغربيه والمغرب الحدود نتاعك اللي يمشي غير للسنغال، واللي ما عجبكش كلامي غير واحد جزائري كيفاش ما كانت الصفه تاعك كبير صغير متوسط وغير يقولوا هذا يعمل كذا ويعمل، ما نسمع حتى بشي واحد. هذا الراي تاعي انا، وانت عفوا وانت طلب مني يعني انا كمواطن جزائري والله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم انه اذا تطلب مني يعني ان اكون مجاهد في سبيل الله ساكون ضد هذا ابراهيم غالي، اقسم بالله العلي العظيم انني جاهد ضد هذا ابراهيم غالي، لانه يعتبر انه زعيم منظمه ارهابيه ويتم من خلاله يعني قتل الابرياء والمدنيين. سمعت واي منظمه انفصاليه هي تدعم من اجنده خارجيه، ذكر اي منظمه انفصاليه هي تدعم من طرف اجنده خارجيه، هذه باش الواحد يكون واعي. والسلام عليكم ورحمه الله. قول بالحرف الواحد ان اي عمليه عسكريه واي عمليه ارهابيه واي عمليه عنف تدخل دائما في اطار سياسي معين، في اطار خطه معينه. لماذا بالضبط يتم ضرب السماره 24 ساعه قبل اصدار قرار الامم المتحده؟ هناك
يعني هناك عملية استقصاء، وسترسل النتائج وسنرى على كل حال يجب أن لا تفتخروا بهذه العملية. كنا نتمنى إن كنتم صادقين أن تعطونا فيديو وأنتم تقصفون الجيش المغربي مثلا، أو أنتم تدمرون عربة عسكرية مغربية، أو أنكم تضربون معسكرا مغربي. لم تستطيعوا ذلك. كل ما استطعتم وكل ما قدرتم عليه هو للأسف مقذوفات على مباني سكن مدنية. وقد قتلتم شابا جاء من أجل أن يصل أهله، جاء من أجل إحياء الرحم، وجاء برورا، جاء بأمه من الغرب إلى الجنوب لزيارة خالته، وهو شاب يعني مغترب في فرنسا، وجاء من أجل أن يصل رحمه، فأصابته تلك القذيفة وهو على سطح بيته في بيت خالته. هذا والله لا يدعو للفخر، بل أنا أفضل أكثركم يعني حشم على رأسه، أكثركم لم يستطع أن يتحدث بهذه القضية بطريقة، وحتى جبهة البوليساريو لم تستطع بطريقة واضحة ومفتوحة أن تتبنى العملية، بل تضمنت يعني تبنتها ضمنيا، لماذا؟ لأنه في الحقيقة نحن الذين شخصيا المعلومات التي نسمع هو أنه تم استهداف قائد الأركان للدرك، تم استهداف فرقة استطلاع جبهة البوليساريو عسكرية، ويعني في غالب الأحيان نسمع وأنتم تشهدون بذلك أن الأهداف التي يتم يعني القضاء عليها هي أهداف عسكرية، وأنتم في حرب، إذن هي أهداف مشروعة. ولكن أن يتم قذف يعني والضرب بتلك يعني القذائف ساكنة لا حول لها ولا قوة، ساكنة مدنية، هذا يعني في الحقيقة أنا أعتقد أنكم لم تستطيعوا أن تفخروا بذلك، ومن يفعل ذلك اليوم هو في الحقيقة. والهدف، أقول الهدف من تلك العملية فشل، لأن كان الهدف من عملية السمارة، حتى يكونوا واضحين، الهدف من عملية السمارة هو تأثير على قرار الذي صدر 27/03 فيما يخص ملف الصحراء. وكما قلت نستقبل هذه السنة الجديدة، هذه العهدة الجديدة للمينيرسو ب 27/03، ونترحم على 26/54 كما ترحمنا على 26/02. أصدقائي الأعزاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم بزاف، سمحوا لي راكم نطول عليكم. الناس اللي باقا ما شاركتش معنا مرحبا بكم، شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناة المتواضعة. ما نطولش عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقة أخرى إن شاء الله. ديما مغرب والصحراء مغربية، السلام عليكم.